وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من القاهرة السفير روسلان نتشاي القائم بأعمال السفير الأوكراني في القاهرة. سيادة السفير، أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر. ابتداء، وأنت بعيد عن الوطن في قلب مصر في القاهرة، كيف تتابع هذه العملية العسكرية والتي على وشك أن تكمل الأسبوعين على بلادك؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. للأسف كل ما شهدين إحنا من القاهرة وكل العالم يشهد الحرب الوحشي اللي يستمر في أوكرانيا أكثر من 12 يوما، وكانت يستمر الهجوم القوات الروسية على الاتجاهات الأهمية بينها عاصمة الأوكرانية كييف والمدن خاركيف ومناطق جنوبية من شبه الجزيرة القرم، وأيضا مناطق الشرقية من الجمهوريات دونيتسك ولوغانسك. سيد سفير، هل نستطيع أن نقول أن ما زالت الحكومة الأوكرانية وما زال الرئيس زلنسكي له اليد العليا في أوكرانيا إذا صح التعبير، أم نستطيع أن نقول بدخول أكثر من 100,000 جندي روسي إلى أوكرانيا الآن كما تقول بعض المصادر العسكرية أصبحت أوكرانيا يعني على الأقل بشكل أو بآخر تحت الاحتلال؟ يعني القوات الروسية ضخمة جدا، ونحن ممكن نتكلم عن الأرقام 140,000 أو 150,000، لكن الجيش الأوكراني لن نفكر في الوقت الحالي عن الاحتلال أو استيلاء أوكرانيا. والجيش الأوكراني جاهز لرد الفعل، جاهز للدفاع، وفي نفس الوقت تم تشكيل أو إنشاء وحدات المقاومة أو وحدات الدفاع الإقليمي، وخلال الأيام الأخيرة دخلت إلى هذه الوحدات أكثر من 100,000 أشخاص مدنية، هم مش أشخاص عسكرية، مش جندي، يعني دول أشخاص مدنيين للدفاع مدنهم، شوارعهم ومنازلهم. يعني هل تتوقع يعني تحت هذا الحشد الضخم الروسي والعملية العسكرية المستمرة أن تسقط كييف في أي لحظة سيادة السفير مما يأتيك من معلومات؟ نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع، وبهذا السبب نحن نطلب الدعم من دول شركائنا والأصدقائنا المساعدة على المختلفة على المستويات المختلفة، المساعدة العسكرية والمساعدة الاقتصادية والمالية في شكل العقوبات المالية على روسيا واقتصادها، وفي نفس الحال وقت المساعدة الإنسانية والطبية. بما أنك تتحدث عن المساعدة الدولية وأنت موجود كقائم بأعمال السفير الأوكراني في القاهرة، كيف تقيم موقف مصر بشكل عام من العملية العسكرية الروسية على بلدكم؟ لو نحن حنرجع إلى الموقع الجمهورية مصر العربية، نحن نعرف مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الروسي على المستوى الاستراتيجي، ورغم ذلك خلال التصويت لدى جمعية الأمم المتحدة تم تصويت جمهورية مصر العربية على قرار جمعية العامة بشأن عدوان الروسي ضد أوكرانيا. مهم جدا نحن نفهم كلنا تتجاوزت روسيا خطوط الحمراء، وتم انتهاك السيادة دولة أوكرانيا
وحدود أراضيها. ونحن متشكرين جدا للحكومة المصرية على الموقف الواضح بهذا الشأن. لو نحن حنرجع في الموضوع المساعدة الإنسانية، لازم أخبركم قبل 10 أيام كانت في أراضي المصرية حوالي 20,000 سواح أوكران، وكان من المستحيل رجوع مواطنينا إلى الأراضي الأوكرانية. واتخذت الحكومة المصرية قرار عن تمديد فترتهم للوجود في الفنادق المصرية. وفي الوقت الحالي حكومة تساعد الحكومة المصرية بكل جهودها لرجوع المواطنين أوكران إلى الدول المجاورة، بينهم بولندا ومجر وسلوفاكيا ورومانيا، لرجوعهم للدول المجاورة من خلال الطائرات المصرية. يعني ده مساعدة إنسانية مجانية للمواطنين أوكران. الحقيقة سيادة سفير، حضرتك استبقت السؤال، أنا كان سؤالي في هذه النقطة لأني قرأت هذا الكلام. يعني هل فعلا الحكومة المصرية يعني مددت إقامة 20,000 سائح أوكراني موجودين الآن في مصر على حسابها، ومن يريد السفر منهم إلى أي دولة أوروبية سيكون على حساب الحكومة المصرية أيضا؟ هذا الكلام صحيح إذن سيادة السفير؟ نحن نتكلم عن مش رجوع كل 20,000، كانت كمية تم رجوعها من خلال شركات السياحية والترافل ايجنت. بس حتى الآن من العدد مذكور وفقا لإحصائياتنا موجودة في مصر حوالي 8,500 مواطنين أوكران. يعني خلال هذه 7 8 أيام تم رجوع حوالي 10,000 مواطنين أوكران إلى الدول المجاورة. من ال10,000 الذين سافروا من الأوكران إلى الدول الأوروبية، دول سافروا على حساب الحكومة المصرية، نفقة السفر على نعم. حساب الحكومة المصرية، هل هذا صحيح؟ نعم. نعم. وال8,500 من يقيمون الآن في مصر من السائحين الأوكران، هم أيضا الآن يقيمون على حساب الحكومة المصرية، هم موجودين في الفنادق على حساب الحكومة المصرية، ونحن نستمر جهودنا. وأنا أفكر في الأيام الأقرب نحن نخلص ده العملية، وإحنا في انتظار كذلك المساعدة من منظمة الهجرة الدولية ومن قبل اتحاد أوروبي، وده سوف تساعد للجهود الحكومة المصرية. إحنا في انتظار في أقرب وقت، ونحن سنخلص الموضوع بخصوص 8,500 مواطنين أوكران موجودين في مصر في الوقت الحالي. تقوم بعملك في مصر بشكل طبيعي دون أي ضغوط أو محاذير، يعني تستطيع التواصل مع وسائل الإعلام المصرية بشكل أو بآخر للحديث عن وجهة نظر بلادكم ضد روسيا وفيما يخص هذه الحرب، لا توجد لديك أي قيود في هذا السياق سيادة السفير؟ إحنا نتعامل مع السلطات المصرية في مثلا في الموضوع المذكور مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة، ويعني ما فيش أي عقوبات أو صعوبات في تعاوننا في تفاهم على ممكن أتكلم 100%. وفي نفس الوقت نحن نتعامل في السلطات المصرية في موضوع رجوع المواطنين المصريين، إجلاء المواطنين المصريين من أراضي الأوكرانية،
وعرجوهم الى مصر، الى القاهره. وخلال الاسبوع الماضي تم اجلاء اكثر من 130 الف مواطنين اجانب من اراضي الاوكرانيه الى الدول المجاوره، وبينهم حوالي 10 آلاف طالب أجنبي، وعدد كبير من بينهم طلاب مصريين. كان عدد الطلاب المصريين يتعلمون في الجامعات الأوكرانية حوالي 3500 طلبة، ونحن نتعامل مع السلطات الأوكرانية وسلطات الدول المجاورة لإجلاء المواطنين والطلاب المصريين إلى الدول المجاورة ورجوعهم إلى القاهرة. ونهارده جاء الخبر كويس، يعني تم اتفاق بين الطرفين الأوكراني والروسي عن الممرات الإنسانية، ونحن نتكلم عن مدينة سومي. امبارح نعم. كان 53 طلبة مصريين، والنهارده تم مغادرة هذه الطلاب من مدينة سومي إلى مدينة بولتاوا بالطريق أمين، وفي الوقت الحالي هم يمروا باتجاه إلى الحدود الأوكرانية. وفي هذا المجال نحن نعمل التنسيق الكامل مع السلطات الأوكرانية، والسفارة المصرية موجودة في أوكرانيا. نعم، هذا خبر جيد للحقيقة سيادة سفير. يعني 53 طالب مصري خرجوا من مدينة سومي المحاصرة وهم في طريقهم الآن إلى الحدود الأوكرانية للخروج من أوكرانيا. هذا ما أبلغنا به الآن السفير أو القائم بأعمال السفير المصري السفير الأوكراني في القاهرة. لعل البعض كان قد تفاجأ بكل هذه الأعداد، سواء من المصريين أو من العرب الذين يقومون بالدراسة في أوكرانيا. سيادة سفير، يعني هل هناك تفسير لأن تكون كانت أوكرانيا يعني قبل الحرب يعني مقصد للطلاب المصريين والعرب بهذا الشكل؟ أنا آسف، أنا ما فهمت السؤال. يعني ما السبب الذي جعل عدد كبير من الطلاب المصريين والطلاب العرب بشكل عام يأخذون من أوكرانيا ومن جامعاتها مكانا للدراسة؟ ده لو احنا هنرجع في التاريخ من زمان الاتحاد السوفيتي، كان الاتحاد السوفيتي يتعامل مع الدول العربية بخصوص في مجال التعليم والدراسة، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي مستوى التعليم في الجامعات الأوكرانية هو مشهور، والجودة التعليم، لو نحن نتكلم عن جودة التعليم، رافعة جدا، وقيمة الدراسة مقبولة جدا للطلاب العرب. وخلال 30 سنة عندنا التعاون النشيط مع الدول العربية عموما وبينها جمهورية مصر العربية في مجال التعليم والدراسة، وأنا ذكرت قبل الحرب كان عدد الطلاب المصريين حوالي 3500 في الجامعات الأوكرانية. طيب، أنا عايز أروح لنقطة مهمة. كان الرئيس زيلنسكي والحكومة الأوكرانية طلبت يعني من يريد أن يتطوع للحرب بجانب الأوكرانيين من جميع أنحاء العالم يعني يتقدم من الرئيس الأوكراني، لكن أنت تعلم أن هذه الأمور تحمل شيء من الحساسية في كثير من الدول العربية، فهل مثلا في مصر يعني وجهوا إليك أي حديث في هذا السياق ألا تتحدث في مسألة المتطوعين أو ذهاب متطوعين للحرب بجانب الأوكران أم لا؟
ده كان طلب من رئيس الجمهورية لكل أنحاء العالم عشان متطوعين. وأكيد إحنا كدولة التي التي في ظروف الحرب، نحن لدينا وإحنا بحاجة استخدام كل الوسائل الموجودة. وإحنا نتكلم عن المتطوعين بس، مش مرتزقة. يعني لو شخص هو متطوع وعنده رغبة، عنده في كل الإمكانيات للدخول إلى، ونحن نفكر ذلك الكتيبة الأجنبية كجزء لا يتجزأ من الجيش الأوكراني. لكن السلطات في مصر لم تمنعكم أن تتحدثوا لهذا في هذا السياق، أن تدعوا لهذا الأمر في مصر تحديدا. نحن لا نتعامل مع السلطات الدولية أو السلطات الرسمية. يعني ده على المستوى، يجي الأمور على المستوى الخاص. طيب، توقعاتك لهذه العملية العسكرية الروسية على بلادكم سيادة السفير ما هي؟ بالضبط قبل شوي تم قدم رئيس الجمهورية خطابه لأعضاء البرلمان وبريطاني، وهو قال نحن سوف نقاتل حتى النهاية. ده يعني ما فيش، للأسف عندنا ما فيش اختيار، ونحن سوف نستمر الدفاع عن وطننا. ونحن نفكر، ومن المتوقع كل حرب لازم تنتهي بالمفاوضات السلمية والمفاوضات الدبلوماسية، وإحنا نفضل هذا الطريق. بس ده اختيار في الوقت الحالي، اختيار مش في يدينا، ونحن سنستمر المقاتلة حتى النهاية. روسيا عرضت إذا وافقتم على شروطها فستوقف العملية العسكرية الآن، طبعا أنت أعلم بهذه الشروط، منها مسألة الحياد، نزع السلاح، الاعتراف بأقاليم أوكرانية مستقلة، وباعتراف بالقرم لروسيا إلى آخره. هل من الممكن أن توافقوا على هذه الشروط الروسية تحت وطأة الحرب؟ من الواضح هذه الشروط غير مقبولة أبدا للجانب الأوكراني. يعني ده الكلام اللي كان، أو متطلبات كان تقدمه وقبل الحرب، ويعني إيه كان السبب، الغزو الروسي والعدوان الروسي على أوكرانيا. ونحن سوف نقبل الشروط المتقدمة، شروط غير مقبولة أبدا في الوقت الحالي. الدعم الغربي عموما بشكل عام مقبول سيادة سفير، يتماشى مع وطأة ما تتعرضون له من حرب من قبل روسيا، أم تريدون المزيد؟ زي أنا ذكرت، نحن نستخدم كل الوسائل الموجودة، والجيش الروسي ضخم جدا، وإحنا بحاجة بصراحة أكثر مساعدة، أو في الأول حالة أولا المساعدة العسكرية. وطلبت الحكومة الأوكرانية خطاء، يعني نون فلاي زون، يعني الخطأ الجو الأوكراني من الطائرات الروسية والصواريخ الروسية. وهذا الأمر سوف يساعدنا، سوف يساعد الجيش الأوكراني بكثير. وإحنا في انتظار الرد، حتى الآن ما فيش جواب إيجابي، بس نحن سوف نراقب كل المساعدة على كل المستويات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير روسلان نتشاي القائم بأعمال السفير الأوكراني في مصر، كنت معي عبر الإنترنت من القاهرة.